إلى ما أنت عليه اليوم؟ ديجا بدايتي مع الطب كانت ما نقولكش ستحن الطفولة تاعي، كنت صغيرة يقولوا لي واش تحبي تولي. ما يعني الطب هذا ما كانش من أحلام الطفولة تاعي، يعني هذه هي. كي جبت شهادة البكالوريا شفت الأم تاعي، يعني كما كامل الأمهات الجزائريات، واش حبيتي تخرجي، واش حبيتي ماما نخرج، طبيبة ولا معلمة؟ الأمهات هذه الجزائريات هي بصفة عامة. الأمهات الجزائريات. ومن بعد قلت لها جبت شهادة البكالوريا، يعني صح معدل مليح هذاك الوقت، دخلت قلت ندير الطب بس المعدل تاعي يسمح، دونك درت الطب ودخلت جامعة الطب. هذاك الوقت كنا في درقانة، ومن بعد كملت المشوار تاعي في الطب حتى نهار درت 7 سنين توعي تاع طب عام، وأظن أنه كنت بتفوق يعني بشهادة الناس يعني اللي الله حواليا. يبارك. الله يسلمك. فوالا. ومن بعد كي باش نديرو التخصص، دونك جوزنا شهادة تاع التخصص، الكونكور هذاك تاع التخصص، ويعني ظروف دار سمحت لي باش ندير تخصص تاع أمراض الجلد. يعني هي تانيك الانسان يدير بين عينه، ما نقولكش بلي ما كانوش عندي اهداف ولا احلام واحده اخرى ولا. كي دخلت للطب عجبتني لا سبيساليتي تاع الطب هذه، يعني الحق لقيت تدخلي في اعماق المجتمع، تدخلي في احتكاك مباشر مع الناس. نعم. لازم تكوني صح مراه حديديه، يعني كي نهضر على المراه يعني بس كي لا جورني تاع المراه نهضر سورتو على المراه، لازم صح تكون هذيك تكوني واقفه ليل ونهار نخدموا لي كارد، نخدموا عندنا لي مالادي تجونا كل انحاء الوطن ايتو سافيك، وناس كاين اللي مساكن راه غالب عليهم ايتو، واحد لازم كان يوقف معاهم. كي طيحي انت على بالك بلي يطيح معاك المريض. نعم اكيد. هذه هي كي رحت باش ندير الاختصاص تاعي هذاك، باش نخير الاختصاص تاعي شفيت هذاك النهار كنت حابه ندير امراض القلب. يعني سيتي هذا هو الحلم تاعك، كنت حابه ندير امراض القلب، عجبتني هذاك الاختصاص. النهار اللي رحت باش نخير فيه احنا هذاك الوقت ربما الحاجه دكتوره حياتي اللي خلاتك تميلي للتخصص تاع امراض القلب. هي في السنه الرابعه تاعنا، في السنه الرابعه تاع الطب عندنا الموديول تاع امراض القلب لا كارديولوجي، شفيت هذاك العام درته في مستشفى بارني، وما ديتش اون نوت في يعني لا نوت هذيك اللي ديتها ما عجبتنيش. ومن بعد قررت هذاك الصيف قلت ماشي انا اللي ندير هذيك النقطه هذه. نعم. يعني كانت عندك ثقه كبيره في نفسك. عندي الغيره هذيك تعلق ماشي انا اللي ندير هذاك النقطه هذيك صافيك. قعدت الصيف كامل وانا نقرا في نعاود في الموديول تاع الطب، وكانت عندي وحده صديقه تاع العائله سيت اون كارديولوج كان عندها ان كابيني، كنت نروح ليها ونوقف معاها حتى تقول لي واش راكي تجي ديري، قلت لها نجي نتعلم هذا ما كان علميني واش عندك في. وكنت نوقف معها الصيف كامل، شفت قعدت جوي اوت وانا مع هذيك الطبيبه نتعلم ونقرا في لي موديول صافي، كنت حبيتها هذيك لا سبيسياليتي اكثر. نعم. بعد نهار قلت لك احنا باش نديروا التخصص تاعنا باش نخيروا الاختصاص تاعنا، الحق بون كان عندي معدل باش يسمح لي ندير اختصاصات عديده منها امراض القلب، يعني كنت قادره ندير الاختصاص هذاك. نعم. يعني نامنوا بحاجه يسموها المكتوب والقادر جابي ربي. نعم. نهار واش ندير اختصاص قلت لهم ندير امراض الجلد الوغ كو سي اون سبيسياليتي اللي جامي كنت نخمم نديرها، يعني درت بديت في لا سبيسياليتي هذه، دخلت وكنت السنه الاولى تاعي درتها في الطابق تاع امراض النساء عند مسيو ايت بالقاسم، بروفيسور ايت بالقاسم اللي فريمون نحييه باسكو سيتي المعلم تاعي بجداره. وقلت له استاذ يعني ما عجبنيش هذا الاختصاص، الشهر الاول هذاك ما عجبنيش، قلت له ما عجبنيش هذا الاختصاص نروح، قلت له جو ديميسيون ونبدل. قال لي وعلاش ما عجبكش، قولي لي واش عجبك واش ما عجبكش، ما عجبني. قال لي نو، قال لي ارواحي شدك من يدك ونوري لك سي كوا طب امراض الجلد. ومن بعد تما نحسوا هذيك لا باسيون كي فانيتر، نشوفوا يوري لك احنا نقولوا حبه، نقولوا اون بلاك، نقولوا يقولوا القوبه، يقولوا الحزازه، يعني هذيك من هذيك النقطه هذيك نشوفوها
من بعد افيك لوي تاع لو ديرماتولوج مع الوقت مع ليكسبيريونس اي تو اون ديكوفر ا ترافير واش رانا نشوفو انت واش تشوف عينك حاجه حمراء حنا اون فا توت اون مالادي ديغيغ يعني سي اون بورت لا بو سي اون بورت فيغ حنا عندنا لا شانس لا بو نشوفوها سي ان اورغان يعني لي بان سي ان اورغان علمتنا علمت لي هذيك لاناليز توليت اناليزي من هذيك الحبه هذيك اون طومب سور دي مالادي يعني سور دي دياغنوستيك وكلش اي صح لقيت بلي هذا ولا يخدم تما عجبني هذاك الاختصاص وكملت فيه يعني حتى تعمقتي فيه باش حبيتيه حتى تعمقت فيه يعني جو بونس كو هذه هي الرساله تانيك دي فوا نبداو حاجه هاي بالك كاين المقبلين على شهاده البكالوريا ولا من دوك يبداو يخمو واش ندير صح يكون عندك طموح افونسي فيه تبع الطموح تاعك صحت لك اللهم بارك ما صحت لكش الا تقدر تعاود عندك لو كوراج تعاود بوكوا با الا شفت بلي روحك راح دخلت في حاجه ما عجبتكش اون سولونس جي سوي جي ريست كيما يقولوا راك انت ما تكمل فيها بالك تلقى هذيك لو ديكليك تلقى هذاك لو بوين هذاك اللي يخليك هذيك لا باسيون تشال جو بونس كو هذا واش صرا لي انا مع طب امراض الجلد نعم لكن دكتوره حياه يعني كانت عندك الفرصه باش تخيري يعني تخصص امراض القلب كانت عندي الفرصه نعم وبالرغم من حبك لهذا الاختصاص الا انك يعني ما هنا كانت يعني بون ما ندخلوش بزاف لي ديتاي مي كانت ظروف باسكو حنا كي هذاك الوقت كيحلوا لنا لي بوست تاع كي كنا نخيروا في لي سبيساليتي تاعنا مي سي با كيما دو كي نحلونا يحلوا لنا لو بوست مع لو تيران نكونوا فيه مثلا امراض القلب سيرفيس مصطفى باشا سيرفيس بارني سيرفيس كذا انت تخيري تدخلي انا ناخذ سيرفيس الفلاني سيرفيس الفلاني هذاك العام ما على باليش واش صرا يدارونا حلونا 20 بوست على كارديولوجي مي اينون با في لو تيران يعني ايزون با بريسيزي انت تخير لو بوست تاعك ومن بعد يعاودوا اون دوزيام يعني سيليكسيون باش تخيري لو تيران دو ستاج وانا خفت باسكو كانوا دي تيران دو ستاج بعاد على وين نسكن ولا وصلت واحد يخمم كان يخمم على دوك كان كامل هذوك الحوايج انا راني من العاصمه كاين دي بوست حلو في تيزي وزو قلت ما نقدرش خفت لو كان ناخذ لا كارديولوجي ومن بعد يطيح لي ان تيران دو ستاج بعيد عليا ما نقدرش على بالي بلي ما نقدرش صافي كي جوبونس هذيك هي اللي خلاتني مي جوبونس سيتي من عند ربي واقيل سيتي هذه هي الا فالو نغير المسار تاعي يعني هذاك المهنه تاعك والتخصص الحمد لله الحمد لله نعم كي درت لي 4 ans تاعي تاع لا سبيساليتي ومن بعد كملت جي الشهاده تاعي لدي ام اس تاعي الحمد لله ومن بعد رحت لفرنسا درت كانت عندي اون بورس دونك من لا سوسيتي فرونسيز دو ديرماتولوجي فوالا جمعيه امراض الجلد الفرنسيه يعني هي جمعيه عريقه وين عطاوني اون بورس ورحت لفرنسا رحت لكريتايف يعني في واحد لوبيتال ودرت تما ستاج ابروفوندي يعني هذاك الوقت كنت حابه ندير باسكو كي ندخل نديرو التخصص كاين دي سو سبيسياليتي انا كان واش كان حاجه كانت نحبها سيتي لا كونسيرولوجي لا ديرماتولوجي دونك اونكولوجي ديرماتولوجيك والسيرفيس اللي رحت فيه هذاك كانت مع هذيك لا شيف سيرفيس مدام مارتين باغو خدمنا بزاف يعني هما كانوا يديروا بزاف الاونكولوجي الامراض سرطان الجلد التخصص هذا كان عاجبني يعني فوق اللازم تعمقت فيه الحق تعمقت فيه ويعني ما نكذبش عليه كان عندي الاختيار نقعد لتما فرنسا كان عندي لكن خيرتي انك ترجع لارض الوطن قلت علاش يعني تعلمت حوايج من تما علاه ما نجيبهمش لهنا نسيو نطبقوهم هنا عندنا عاودت وليت عيني يبرقوا الفرحه هذيك فوالا ايتو ومن بعد تلقاي عراقيل على كل حال تلقاي عراقيل ما تلقاي باللي صح باش تجسدي حاجه على ارض الواقع سيدي في سي الحقت وين انت تحديتي الظروف ووصلتي الحمد لله اليوم يعني ما نكذبش عليك نزيهه طلعت حتى داك الوقت وزاره الصحه وطلعت ونطبطب في البيبان ورحت شفت لحقت حتى الباب تاع البراتيكمون تاع لو مينيستر قلت لهم يعني ماشي الصوت بالك يتسمع بالك ما يتسمعش انا نهضر سمعني ما سمعش انا مهم درت ما تخليهاش فيها رحت فوالا او ما كريي هذه لا سو سبيسياليتي تاع يعني التخصص امراض السرطان تاع الجلد
خاطش صح عندنا لي سيرفيس تاع لا ديرماتولوجي هنا هنا في كاين يعني في الجزائر قلال مي كاين بصح يستعملوا نخدموا امراض الجلد بصفه عامه ما كاش كل واحد يتخصص محسوب عنده تخصص قال واحد يتخصص في امراض السرطان هذا يتخصص في لي مالادي سيستم امراض المناعه هذا يتخصص في امراض واحد اخرى ما عندناش هذه قلت علاش ما نقدروش نديروا هذا الشيء رحت مام ذاك الوقت لو سونتر سي اس اي دونك سونتر تاع مركز امراض كيفاح مكافحه امراض السرطان تاع بليده وتاع سي بي ام سي باش نعرض عليهم الفكره يعني تجسيدها في الواقع صح يعني بعد فهمت مع الوقت باللي ماشي حاجه سهله بون من بعد رحت درت السيرفيس سيفيل تاعي هذاك الوقت في المديه حتلت مع شحال عوام ومن بعد عاودت وليت قلت لا لازم نزيد نعاود نسيب وعلاش بوكو يعني بابا كنت مصره على تحقيق طموحك وجوزت لو كونكور تاع لا ميتريز باش نولي استاذه مساعده في امراض الجلد وجيو لو كونكور تاعي هذاك وطلعت عاودت وليت المستشفى باشا قلت له ماني عاودت وليت الحق كنا افيك اون ايكيب ما شاء الله خدمنا مع افيك لي ريزيدون هذاك الوقت لي بروف تاعي ابي مسيو القايد علي الله يرحمه ونزيد نعاود نترحم عليه خدمنا مع يعني نسينا نسيو نطوروا الامور كاين حوايج قدرنا لهم كاين حوايج ما قدرنا لهم شو وبعد لي ظروفين ما واحد قلت لك دي فوا المسار تاعك انت تحبي نعم يرضى بقضاء الله وقضاء فوالا كاين يعني شي صوالح وين واحد يخليه ما يقدرش يكمل في الما في الـ في, الـ في الطريق هذيك نعم كنت ندير لونسينيومون في الجامعه ايتو كنت استاذه محاضره ومن بعد شتي اوبليجي يعني نحبس المسار تاعي الجامعي نعم وحليت العياده تاعي الخاصه يعني كنت مدرسه في الجامعه بعد ما كنت تعملين بمستشفى مصطفى باشا يعني الاستاذ المحاضر المساعد نعم. يدير لي كور تاوعوه مع لي ريزيدون دونك مع الاطباء الداخليين ويدير مع لي ستوديون تاع السنه السادسه تاع الطب يعني هذوك كنا نديروهم يعني في الجامعه تبعا يعني فوالا في الجامعات وفي ميم طون نديرو لا فورماسيون تاع لي ريزيدون داخل لو سيرفيس Et en même temps, on déroule les consultations تاعنا et on s'occupe des malades. نعم دكتورة حياة يعني هل ما زلت تطمحين إلى تحقيق ربما طموح فتح عيادة خاصة بتخصص مرض السرطان الجلدي؟ هي بون دوك انا حنا كي نحلوا عيادة يعني كاين واقع ما نقدروش يعني بالك ان شاء الله بقوة تحكي نحلوا عياده هكذا خاصه يعني حنا نتبعوا المرضى كي يجي ماشي حنقولوا انت واش عندك وانت واش ما عندكش يعني المرض اللي يجي مرحبا به يعني هما الامراض تاع طب الجلد العام دوكا كاين مام دوكا يعني الكوتي تاع التجميلي اللي راه بزاف الناس يحوسوا عليه مي قول لهم حاجه يعني رساله اللي نوجهها دوكا في سي كو لا ميديسين لا ديرماتولوجي سا ريست دو لا ميديسين استيتيك اي باثولوجيك يعني عندنا التجميل مي اون ميم طون نداويو ما ناش نديرو غير في تجميل وحده ولا يعني نداوي يعني هذه نقطة بين قوسين يعني في العيادة الخاصة بك دكتورة حياة تقومي بعملية تجميل؟ لا مش عمليات يعني كاين الجراحة بصح كاين يعني دي سوا نستعملوهم باش دوك مثلا نزيها تجيني اون باسيونت اللي عندها حبشباب اللي كلالها نقولو وجهها ايتو محفر ايتو حنا نداويو الحب شباب هذه هي هما يجوا يعني الفتيات هذوك يجوا تقول لك انا شوفي طبيبه عندي وجهي لي سيكاتريس انا داوي لي سيكاتريس كي نشوف نو عندك طبيب الاخت عندك الحب نداويو الحب لي سيكاتريس يجوا من بعد الدار كي تبنيها تبني الساس يعني مرحله بمرحله فوالا دونك نبداو نديروا لا باس تاعك ومن بعد لي فينيسيون يجوا من بعد لي سيكاتريس صافي من بعد هذوك لي سيكاتريس كاين بعض الوسائل اللي نستعملوهم لي تكنيك اللي نخدموهم باش نسيو نعاودوا نرجعوا البشره اوموا نعطوا لها النظره اللي كانت بالك قبل نعم لو نتحدثوا عن الدكتوره حياه يعني كربه بيت كيف توفقين يعني بين العمل تاعك والبيت خاصه وانك ام ولديك طفلين على ما اظن عندي زوج بنات نعم الله يبارك ان شاء الله ربي يخليهم لك يعني كيف تقومين ربما التوفيق بين العملين يعني العمل داخل البيت وخارجه يعني سلوكا تاع كل مراه عامله كسوا في الجزائر كسوا في الموندا كي نكونوا صح الصعوبات تكون زوج صعوبات يعني
ما نقولش بلي تكون ربه عام ربه بيت وما تخدمش ما عندهاش صعوبات، بالك هي تزيد اكثر خاطش هي راهي توجور في الميدان هذاك. نعم. احنا دونك نوضوا الصباح نوجدوا يعني الاطفال هذوك، هاي مدرسه، هاي كدا هاي كدا هاي كدا، نروح نخدم. مي عندي الشغل تاعي نلحق للبيت، الحاجه الاولى يعني نسوكي بالدراري هذوك، كام كلاوه نشربوا خداو الكوتي غسلوا سي بون، وندوروا لحاجه اخرى، ندوروا من بعد نبداو لي ميناج طيبي يعني الخطات، ونلقى روحي 10 ل 11 مي ما نحسوش. لكن رغم هذا راكي تقومي بالواجب تاعك وما راكيش ربما لا تفرطين في عملك ربة بيت. خطره تاعي لا لا مرات صح تاعي بصح من بعد تولي ولف كاين يعني ندخلوا في هذيك الحياه، يعني ندخلوا في هذيك الروتين، تولي عندنا روتين، ومن بعد تقعدي مع روحك تقولي صح بصح من قبل كيفاش كنت عايشه، جبل ربي كي ندخل البيت وما ندير والو ماشي نو ما ندخل البيت نلقاه مسقم ونكون واسيت كلش، كاينه حاجه يفو كو جو موكيب واش نروح ندير، نروح ندير ان غاطو. نعم يعني المراه الجزائريه ما تحبش تقعد كيما حنا نقول ما هذه هي من بعد تولي لك في الدم، لازم تبوجي لازم كذا، والحق يعني عندي لا شونس عندي العائله تاعي الحق عاونيني بزاف، عندي الماري تاعي يعني نحييه دوكا ومي في الله يبارك اني واميليا اللي نبوسهم باسكو على بالهم يشوفوا فيا، وسورتو سورتو سورتو لي بارون نروحو نروحو نولو لي بارون تبعي، باسكو منين مشيت والديا مورايا الام تاعي يعني شفيت كنت ندخل خطرات مع الترونسبور ما كاش 8 9 تاع الليل لقى ماما مسكينه تصنع في البالكون، يعني باش تشوف هذاك الوقت ما يافي با تيليفون يافي با لي بورتابل اي تو، لقاها تستنى فيا الام الجزائريه بطبيعتها يعني حنون على ولادها حنونه دي فا حتى نخرج هكذا مع العشاء لقى مون بير يستنى فيا جيت نجيبك باسكو شفتك بلي بطيتي الحق لي بارون توجور توجور كانوا مورايا، ما شفت كي رحت لفرنسا شفت الام تاعي قالت له مون بير قالت له قالت له بصح كيفاش تخلي الطفله هذه تروح وحدها اي وحدها بلاد الناس وكيفاه هذه، قال لها شوفي قال لها انا عندي يعني انا عندي ثلاثه اخوه وانا البنت الوحيده ربي يحفظكم ان شاء الله، قال لها شوفي قال لها انا ما عنديش ثلاث عندي اربع دراري فوالا، قال لها عندي كات غارسون عندي اربع رجال ساريزوم سكتت ثقته الكامله فيك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. في الاخير دكتوره حياه رسالتك اللي توجهيها ربما للفتيات والنساء اجمع حاجه الاولى نقول لهم البنات قراو قراو اقراو كل شيء راهي في القرايه، كل شيء يعني من الديبار كل شيء ما كاش كيما العلم تاعك، العلم تاعك هو سلاح تاعك، هذه هي كاين الله غالب تقول لك قريت ما قدرتش الظروف تاعها ما سمحت لهاش معليش ما قدرتيش تقراي، كاين حوايج واحد اخرين ما لازمش تخلي ما لازمش تدفني روحك وانت حيه، حنا يجوني دي فوا هكذا نتصاف هذيك الثقه تاع النفس هذيك ما عندهمش تشوفيها يعني تلقايها والله دي فوا نشوف هكذا نلقاها شحال في عمرك تقولي 30 سنه 29 سنه والله خطات يعني نتعجب نقول يعني قولها الاخت تاع علاش خليتي روحك هكذا فانا يعني ماشي هكذا شوفي شاك فام سي تشون غاز منوره قولها انت شابه انت هكذا يعني عندك جمال داخلي بينه برك بينه كيفاش ماشي تروحي تشبحي معليش شبحي ولا بصح الثقه تاعك هي اللي تبين الجمال اكيد اكيد ما تخليش واحد ما يغرسك عندك ذات عندك كيان عندك بالك لا بوسيبيليتي ديري حوايج قريتي ما قدرتيش تقراي كاين حوايج واحد اخرين ديرهم عندك صنعت اليدين عندك كاين حوايج يعني واحد ما يقدرش ما يخليش روحه برك هكذاك متلوقول باسكو ما ترفديش روحك ما يرفدكش واحد ما يرفدك اكيد اكيد يجب على النساء الجزائريات يعني اجمع ان يثبتوا انفسهن في المجتمع. اذا نشكرك دكتوره حياه بريك إذا مشاهدينا إلى هنا تكون قد انتهت فقرتنا الأولى من غرفة الأخبار مع الدكتورة حياة بريكي، ونلتقي في الجزء الثاني من ضيف غرفة الأخبار مع السيدة زريخة الزيتوني رئيسة فريق كرة قدم. إذا مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل.